اللي بتخبى. ايوه اهلا اهلا يا الحاج. اهلا يا سهل. يلا اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. خير يا سعد يا ابني؟ كنت عايزني في ايه؟ احنا هنتكلموا واحنا واقفين. ما تقعد يا الحاج. لا بلاش هنا، انتوا عندكم ضيفه دلوقتي وضيفه غريبه في البيت، ما يصحش نقعد هنا. افرض حبت تدخل حمام ولا حاجه، ما نحرجهاش واحنا قاعدين زي الدبابنات. طول عمرك ابو الاصول يابا، طول عمرك ابو الاصول. عندك حق. تعال اتفضل، احنا نقعد في اوضتي احسن. تعال. حكمه. نعم. عايزين فنجان قهوه بن محوج على السبرتايه لابو الحاج. عيني. حاضر. اهلا منور ياب. ايه اللي بوقفك كده يابا؟ تعال اقعد البيت بيتك. الله. تعرف يابا انا قابلت مين؟ مين؟ منى. منى؟
منى بنت محمود؟ اه صدق حق اتطلقت ورجعت تعيش تاني هنا في اسكندريه. لا حول ولا قوه الا بالله. اوعى اكون قلت لها ان عبده هنا هو مراته. لا ما قلتلهاش يابا، ولو ان الكلام كان على طرف لساني. دي كانت اكبر غلطه هتغلطها في حق عبده وفي حقنا كلنا. البنت اصلها حكيت لي على الظروف اللي خلتها سابت عبده وعملت فيه كده ليه يعني؟ الكلام ده قاله عدى وخلاص. انا بقول يعني يابا ما يجراش حاجه، لو الواحد يخلص ضميره ويحكي لعبده يمكن يقدر يصفي حساباته معاها. الحساب اندفع وخلصنا. بعدين حساب ايه وعبده راجل متجوز؟ انت لو عملت كده يبقى بتخرب بيت ابنك بايدك. يابا مش فاهم انا ايه السبب ان انت مش عايزني اقول لعبده ان منى هنا في اسكندريه. يعني ما انتش عارف ولا عامل نفسك مش عارف؟ لو ابنك عارف ان منى هنا وعارف باللي قالته لك ممكن يفكر انه يرجع لها. يابا يعني انت عاجبك الخواجه اللي هو متجوزها دي؟ كل واحد بياخد نصيبه. وبعدين اللي عرفته من عبد الرحمن ان الخواجه دي وقفت جنب عبده وساعدته. يابا ايا كان الوضع دي واحده غريبه عننا يابا، من بلاد تانيه خالص، دي واحده من اوروبا، وما ادراك ما اوروبا. سيب ابنك في حاله وسيبه يشوف مستقبله اللي هو اختاره. هو صاحي من النوم راح المحطه يحجز تذاكر للاقصر عشان ياخد مراته ويروح يفسحها كام يوم اللي قاعدهم معانا هنا. لا وايه؟ هيرجع اسكندريه ليله ما هو الصبح يسافر على المانيا. وماله لما يفسحها؟ ما فيهاش حاجه. انا اكتر واحد نفسي عبدي واحد قدامي كده ما يفارقنيش. ربنا اعلم باللي في قلبي ناحيته. طب ما تقول له يابا يقعد ويشتغل ويعيش هو ومراته اللي اتجوزها دي هنا. احنا محتاجينه يابا. ومين قال لك اني ما قلتلوش؟ ده هما رجع هو ومراته افتكرت انه هيعيش معانا على طول. وما عرفت انه هيسافر حسيت ان قلبي انخلع مني. طب ما تقول له يابا يقعد في بلده هنا. قالي في الظروف دي مستقبلي هناك. ده
اسكندريه كلها تحت بلكونتنا يا حاج. تعمل ايه تحت بلكونتنا؟ لما تيجي معايا هنعرف. شوف ايه يا حاج، ما تضيعش وقت، لما تيجي هتعرف. عايزين نلحق الهجوم قبل ما يطلع الشقه. يطلعوا الشقه ليه؟ بيقولوا المانيا المانيا، احنا ما فيش بيننا وبين المانيا غير كل خير، سلام قولا من رب الرحيم. احنا طول عمرنا ما ننافس السياسه. الله يخرب بيت النكسه. دي مش نكسه يابا، دي وكسه. تعالى معايا. هو في خش جوه جت خزي عينك. تعالي خش خش. ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا فيرة ده؟ ده مهم عشان واحد انسان، عشان واحد صحة. فانا اتخانق من الهدوم دي. لا خليك زي ما انت. واحد صحة ايه وواحد انسان ايه؟ انا اقول واحد فضي عم جلاجل اللي عملتها لنا في الحتة دي تبقى ايه؟ ايه جلاجل؟ ايه الرحمن عندك حنان يا منان؟ في ايه فرجه ملوش يا المانيا بتلعب؟ بقول لك ايه، انت لو تعمل التذكره بشلم هنكسبه ذهب. انا مش فاهم اي حاجه، ما تنطق تتكلم. انا عايز اقول لك ان المدام عامله استعراضات جامده قوي، الست بتاعتك استعراضات. هي اللي بتقول. اقول لك ايه، انا مش عارف اقول لك ايه، انا مش عارف اقول لك ايه. استعراضات؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. عامله شغل مية مية والله. المانيا 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 المانيا. روح شوف مين يا حكمة. حاضر. افتحوا يا جماعه، انا عم كويس انك جيت، تعال الحقنا. امي ايه يا حبيبتي اللي انا سمعته تحت؟ انت كمان زعلان؟ لا يا حبيبتي مش حكايه زعلان، بس انا قلت لك ان هنا عندنا في اسكندريه غير عندنا هناك في المانيا. عمتي انا يعمل رياضه، رياضه مهم. يا حبيبتي بس مش تطلع لهم كده في البلكونه كده. السلام عليكم. عاجبك اللي حصل ده يابا؟ ادي المانيا واللي خدام من المانيا. جرايه وليه؟ انت عايزه الجنازه وتشبعي فيها لط؟ روحي هاتي القهوه. حاضر. تعالى يابا ندخل اوضتي عشان نكمل كلامنا. اوضتك ايه بقى؟ احنا هنقعد هنا؟ اللي اختشوا ماتوا. عمودي انت لسه زعلان زيهم؟ لا يا روحي مش زعلان ولا حاجه، بس يعني انا قلت لك قبل كده ان هناك عندنا في المانيا غير هنا عندنا في اسكندريه. عمودي انت عارف كويس انا هبقى حريه. ايوه روحي، بس في اماكن كتير ممكن تبقي فيها على حريتك غير البلكونه. يعني فين دي؟ جوه في البيت. أبودي أنا حاسس إن بابا بتاعك وبابا بتاع بابا بتاعك كسفوا مني. أنا في ألمانيا أقعد مع بابا وماما أكتر من كده بكتير. لا يا روحي كسفوا منك إزاي؟ لا 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 لا، أنت جبتيها منين مكسوفين دي؟ لا لا لا، هما بس طبعهم كده. أبودي أنت مش زعلان؟ لا يا روحي أنا مش زعلان. اللي زعلان البابا بتاعي والبابا بتاع البابا بتاعي. أبودي أنا جعان، مش عامل ريحة أكل حلو. طب إيه رأيك نخرج أعزمك على سمان وحمام محشي في البياصة؟ إيه دي؟ البياصة؟ حمام محشي. حمام محشي؟ الحمام محشي ده حمام صغير كده قد العصفورة، ها يحطوا فيه فريك أو رز بعد ما يسلقوه. يا سلام عليه. أنا أكل هنا. أيوة بس أخاف ما يعجبكيش يا روح. أكل بتاع ماما بتاعك أكيد يعجب. أنا فعلا؟ طيب خلاص، أنت حبيتي هنا؟ أنا حبيت هنا قوي. عارف لا. ليه؟ ليه؟ عشان أنت حب هنا حياتي أنا. أبودي إحنا هنروح مقابر تاني؟ مقابر؟ اه يعني زي ما انت عايزه، في مقبره خوفو ومقبره خفرع ومقبره منكورع. يعني اول ما نرجع من الاقصر هوديك كل المقابر بتاعت الاهرامات. ايه انت وديني عرفه؟ عرفه.
دانكا مام، احكي لنا فيرا حبيبتي عن مصر، بلد اهرامات ابو الهول. مصر بلد جميل، عنده تاريخ، عنده حضاره كبير. انت رحتي زرتي المنظمه الالمانيه اللي في الالمان زي ما طلبت منك فيرا؟ طبعا بابا، كمان اخذت وعد تحيه للجنود الالمان ماتوا في حرب. العالم كله لازم يقف الحرب بابا، كل شعوب. مصر بلد يحترم كل شعوب، كل أديان، بلد حلو جميل زي ألمانيا يدعو للسلام. زي ما قلتي ما هم احترم كل أديان، كل ذكريات، ماضي حتى المؤلم. أهل أبدو استقبلوك إزاي؟ أكيد هم استغربوا وجودي هناك، بس أنا حبيتهم كتير، حبيت بساطة عندهم كبيرة، عندهم حب كتير. المهم بيكونوا هبوكي أنت بيرة. حبوني كتير ما، انا كمان حبيتهم كتير، بس كنت خايف ما. من ايه فيرا؟ كانوا حاسين ان ابوني ممكن اقعد معاهم على طول، وانا كمان. اكيد زعلوا حبيبتي فيرا اما عرفوا الحقيقه. زعلوا كتير ما، طبعا زعلوا كتير. وايه كمان فيرا؟ انا كنت مستغرب ازاي بلد كبير زي مصر عنده حضاره كبيره بيبقى متاخر في تكنولوجي وعلم كده. الهروب والاستعمار يا فيرا ولصوص الحضارات ممكن يأخروا شعوب كتيرة قوي عن التطور. خدي دي كمان بقى، واحد حب واحدة خياطة جير وراه في الشارع، راح ماسكها من دراعها قامت مدياله مقص واخدها غرزتين. لو منها تاخد السراجة الأول عشان تشوف قماشته إذا كانت هتشد منها ولا لا. حلوة حلوة أول أول حلوة بالجامد يعني. شفت بقى اللي حبت ميكانيكي وجري وراها في الشارع برضو؟ لا 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 لا، ده قرص عليها بمفتاح 10 خلص عمل هتفك. لا مؤاخذة، ده أصله ميكانيكي غشيم. ليه؟ كل صامولة وليها مفكاها. وانت بقى يا اخويا ناوي تفك ولا تربط؟ أي ناوي ألف. شكلك كده في الآخر هتلف حوالين نفسك. ماشي أنا موافق ألف مادام انت معايا بدار. لا 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 لا، انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه انا اتجننت وعايزك. لو انت عاوزني يبقى بالحلال. ايه حكاية الحلال دي؟ انت تقولي لي بالحلال وعزيزة هز وتقول بالحلال، انا اللي وحش ولا ايه؟ لا يا اخويا، ده انت سيدي الناس كلها، ده انا اول ما شفتك قلبي هفهف كده وصعبت عليا. صعبت عليك ليه بقى؟ ازاي يا اخويا راجل كده ملو هدومه يستلف من عزيزة هز الرقاصة؟ يالله ظروف وحشة على الكل. مش قصدي، بس انا كل اللي اقصده ان باب الرزق لما يتقفل من ناحية يتفتح يا اخويا من ناحية تانية، ومفيش حد بيبطل يلبس هدوم. يلبس هدوم؟ مش فاهم. ايدي على ايدك ونتجوزه ونعيشه في النور ونفتحه مشغل، ده بيكسب دهب لحد ما شغلك ينصلح حاله. يعني انت مش عايزاني عشان قاعدة كده وخلاص؟ اخص عليك يا السيد، انا مش ست وحشه للدرجه دي، ده رجاله يا اخويا مالين الدنيا ويتمنوا لي الرضا ارض، بس انا اول ما شفتك قلبي دق. انا عايزك انت يا السيد كلك على بعضك كده بس بالحلال. وانا موافق، نجيبوا المأذون دلوقتي. عمودي حبيبي، انت فاكر
أول مرة إحنا تقابلنا فيها هنا في المكان ده؟ أول مرة؟ أول مرة أول مرة لا يا حبيبتي مش فاكر الحقيقة. كده أبودي أنت مش شفتني؟ ما أنا هفتكر إيه بس ولا هي فيرا؟ أول مرة أبودي. فاكر طبعاً يا روح قلبي، وأنا أقدر أنسى؟ ده هنا الحلم بقى حقيقة، عشان كده عمري ما نسيت اللوحة اللي رسمتها لك وضاعت مني. تعرف أبودي حبيبي؟ أنا دايماً كنت أحلم أنا في فارس فرعوني مصري جميل زي أبودي حبيبي هيجي ياخدني ويطير. حياتي بس أنا عشان أطير بيكي محتاج جناحات. أبودي حبيبي أنا أكون جناح بتاع أنت أطير بيه. حياة أبودي. أبودي حبيبي أنت بكرة قدم ورق دراسة بتاع أنت في جامعة آخن. اقتل فيولا. اقتل فيوليتا. ابو سليم انا كنت مستني اوردر منك اقتل عبدو ايجيبتا. اوليفر انت عم بتناقش كتير وبتسال كتير. اسف ابو سليم. العمل ما في اسف، انت هون من شان تنفذ تعليماتي وبس. اوكي. عم تقتل فيولا. فين بالتحديد؟ في بيتها. في بيتها. ممكن في شقة يكون في حد تاني؟ ناين مفيش عبدو ايجيبتا. انت عم تقتلها وعم تنزل على الوطن عشان تزور ابو بلدك. بابا مات؟ ايه من ليلة واحدة الله يرحمه. عم بتزوره وبترجع، عم جهز لك جواز سفر، حيكون اسمك من هون ورايح لخواجة طنوس وعم بتعيش بلبنان. خواجة طنوس فرصة حلوة عشان أزور إيجيبتا. مصر وحشني كتير. أبو سليم ممكن أزور إيجيبتا؟ هنشوف. الو. الو عبدو ايجيبتا. اظن صوتي دي انت عارف كويس. اوليفر ازاي؟ اوليفر مات. يا
70 رخ، مش زي ما بتقولوا عندكم في ايجيبت 7 رخ. نزل بيتك نزل. هقتلك يا اوليفر، هقتلك وانت عارف ان انا قادر، والايام بينا. شيء الله وحيد اللي انت قدرت تعمله ان انت تتجوز فيرا، لكن فيرا مش ممكن يكون ليك ابدا طول ما اوليفر عايش. عبدو اجيب ده. لازم تفهم انك بتتكلم على مراتي اللي ممكن اقتلك عشانها 100 مره. طول ما انا عايش فيرا بتاعي انا. ادي ده شوي. أوليفر. ماله أوليفر؟ شفته النهاردة. شفته فهل؟ شفته في الأوتيل. أوليفر ما ماتش يا أميرة. لا عبودي، أوليفر مات، وجرايد كتب إن أوليفر مات. مات مع صاحب أنت خالد. ما ماتش يا فيرا، ما ماتش. يظهر ان القدر خلاه يعيش عشان انا اخد بطر خالد. لا عبودي لا، انت مش عامل كده، انت مش عامل جريمه خالص. لا عبودي، دي في خطر على انت. لا لا، طول اليوم بفكر ما اقولكيش عشان القلق اللي هتبقي فيه ده. انت مش ينفع مش قول لفيرا، انت مش خبي على فيرا حاجه صح؟ انت كان لازم اقول لي. بعدين احنا لازم نبلغ بوليساي. هنقول بس للبوليس ايه يا فيرا؟ نقول له كل حاجه، نقول له حقيقه، نقول له ان هو عمل جريمه قتل، نقول له كل حاجه. هو لازم اخد اكاب بتاعه. زيشا اوليفر فيرا، انت ازاي اسمح نفسك ادخل بيت عندي بالطريقه دي؟ وانت ازاي اسمح لنفسك تتجوز عبدو ايجيبتا؟ انت فيرا اتجوز عبدو ايجيبتا؟ انت فيرا؟ دي حياتي يا اوليفر، وانت مش ليك دعوه بيها. لكن انا خزرتك فيرا. وانا كمان اهزرك ان اعمل اي حاجه لعبودي. مش هسكت، صدق فيرا مش هسكت. أنا زمان ما كنتش بحاول أقرب منك عشان أنت ما كنتش أنت مجنون؟ دلوقتي مش تقدر أرفض فيرا. أوليفر جنون إن أنا أسد. تعالى أوليفر أنت مجنون. تعالى بحط فيرا، تعالى بحط فيرا. أوليفر أنا ممكن أبقى أخد إزاي عليك؟ وأنا كررت كل يا فيرا. خلاص.
كان لازم اقتله. ايه ده يا عبده؟ هتضيع مستقبلك وتضيع نفسك عشان كلب زي ده؟ ومراتك هتسيبها وتروح السجن يا راجل؟ انا خوفي على مراتي هو اللي وقفني. الحمد لله اصلا ان انا وصلت في الوقت المناسب. والراجل ده اول ما شافك ايه اللي حصل؟ جبان. اول ما شافني طلع لي مطوه. هجمت عليه جري زي الفيران. هعمل لك كوبايه شاي ولا اقول لك كوبايه ليمون؟ لا شاي ولا ليمون. انت ناوي تعمل ايه مع الواد ده؟ والمرسى ابو العباس لو اتعرض لي تاني ليكون اخر يوم في عمره. وضخ انا في مهمه جديده، يعني لا ضروري حاجه مهمه. خالد بوسليم يكلمني يجيبني عشان اقابل بوسليم في البر رعد دي. ايه اوليفر، مين دي خلاك تسافر المانيا بدون علمي؟ ها المانيا، المانيا ماما بتاعي عنده مشاكل، في مشكله. انا روح المانيا عشان احل مشكله بتاعت ماما بتاعي. ايه وحليت مشكلة الماما؟ ماما تخيب سابة صغير في السنة، ولد صغير عمل مع علاقة خيا كاملة مع الماما بتاعي. بعدين ولد دي خاب بنت تاني عمل مع علاقة. ونهارت الماما؟ انهارت كتير، أعصاب ماما تعبان كتير. ماما بتاعت أنا مسكينة. وإنت حليت المشكلة إزاي أوليفر؟ لقيت ماما دي هيجنن شوية، تاخد حبوب خلوصة شوية، تاني تاخد مخدرات شوية، تشرب خمر كتير. بعدين ماما دي جنن في مخه، عاوز يجيب بسبب بدي بنت صديقة معاه يعيشوا في بيت، بعدين اصرف عليه، بعدين اعمل كل حاجة. ماما دي مجنونة. ايه وبعدين؟ لكن انا مش اسكت عشان ماما مجنون دي. انا بفكر اخوته في مستشفى مكانين. سيب لي هالموضوع وممكن احجز لك غرفة جنبها. بو سليمة انت احجز غرفة عشان اوليفر؟ انت شايف ان اوليفر دي مجنون؟ وكذاب، وابو سليم ما بيحب يشتغل معاه، مجنون او كذاب. ليه بتقول كده ابو سليم؟ مين اداك اوردر تروح بيت عبدو وفيرا؟ ابو سليم انا كنت شو اوليفر؟ انا كنت عاوز اكسر مناخير عبدو ويجيب تدين. انا عارف مصريين دي كويس. بعدين انا مش اكره في الدنيا قد عبدو اجيبتا دي. وانا ما بكره شي في الدنيا اللي بيشتغل معايا ما يروح ينفذ شي لحاله. وسليمة موضوع عبدو فير دي موضوع خاص، انت عارف كده كويس. حياتك الخاصة كلها ملك اوليفر، وما تنسى ان القانون بألمانيا صارم وممكن يتفتح ملف خالد المصري، ما تنسى. انا اعرف كل دي، اعرف. لكن انا لما اعرف ان عبدو يجيب تدي جاوز فيرا ويعيش معاه في المانيا، انا مش قادر استحمل. ده مش مبرر اوليفار انك تروح المانيا بدون علمي وتدخل بيت عبدو وتغتصب فيرا. وسليمة انا في اندهاش كبير كده. أنا روح ألمانيا، أنت تعرف دي شيء عادي، لكن روح بيت فيرا وأعمل محاولة اغتصاب وأنت تعرف بالمحاولة دي شيء مش عادي. أنا في اندهاش كبير جدا. أبو سليم يعرف كل شيء عم بيشغله تبعه، عنده اللي بيراقب وعنده عيون بتراقب اللي بيراقب، وعيون ثالثة ورابعة، وعمري ما بغفر لك اللي عملته. وسليمة لو تقصد اغتصاب فيرا فده شيء عادي بالنسبة لأوليفر، لكن بالنسبة لي أنا شيء خطير جدا. وسليمة أنا أوليفر أنت بقيت تغلط كتير وأنا حذرتك.
وسليمة، انت ليه مش قادر تخيس نفيرة؟ دي شيء مهم في حياتي. لكن حياتك اهم. اول شيء علمته لك لما اشتغلت تبعي قلت لك ما في عاطفة، ما في قلب. بوسليمة افهمني، بوسليمة من فضلك، انا مش خيب فيرة دي بمعنى خوب. اوليفر مش اعرف بخيب، اوليفر خيب حاجة تاني خالص. فيرة ممكن خيب اي انسان الا عبدو اجيبتا دي. المهمة انتهت اوليفر، المهمة اللي قلت لك عليها اوليفر خلاص انتهت. اقتل فيولا في بيتها بألمانيا. بوسليمة انت كده اكدتلي ان بوسليمة مش قدر استغنى عن اوليفر. بالتأكيد اوليفر. بوسليمة اول ما فيولا دي موت انا اكلمك اقول لك بقى في حياتك. ما في داعي، انا عم بعرف. انت مش اعرف، لا انا اعرف ان ابتو اجيبتا دي مش لازم ايش سعيد ابدا. اوليفر لازم اقتل ابتو اجيبتا دي. بنت يا بدرية شهلي، أنا مش فاضيالك. الله، الفستان هياكل منك حتة. الله أكبر الله أكبر، خمسة وخميسة من عينيك يا بدرية يا بنت سنية. إيه يا أختي، أنت جاية تاكلي بعقلي حلاوة؟ وأنا أجي فيكي إيه يا ست عزيزة؟ مدام عارفة كده مطولالي بقى قوي يعني في حكاية الجواز. أنت عارفة إن الموضوع مش سهل، لازم يستوي على نار هادية. على نار هادية؟ إذا كنت أصلاً مسلمالك واحد مستوي. مستوي؟ ده لحمة جمل، عايز سوى زيادة. ده أنت اللي باين عليكي نارك هادية. هند الوابور نفس. ما تتمدني يا بيت واشتري لك بوتاجاز إن شاء الله بعين واحدة. ربنا يبعت. أمال الفلوس اللي بياخدها بقى المحروس جوزك بيوديها فين؟ ما انت عارفه ان انا عليا ديون لبتوع القماش. قلتيلي مفيش حاجه بقى تحت الحساب؟ لا مفيش، ولعلمك انا بعت المحامي عشان يبعت له انذار. اهو كده تسخين الشغل. عايزاكي بقى تقوليله انه لازم يبيع نصيبه في البيت يا اما هدخله السجن. والفلوس بقى اللي هنشتروا بيها تيجي تاخديها مني هنا، وعليها اتعابك وحلاوتك كمان. إذا كان كده هنخليه يبيع البيت وبسرعة كمان. ده كده وكده وكده. أنا مش قايلك 100 مرة ما تخطيش ناحية البيت عزيزة أزو. نعمله إيه؟ الشغل مريح اليومين دول، وأنت يا أخويا عادل مبلط في الخط. وطبعاً عرفت إن إحنا اتجوزنا. أنا لقيتها عارفة، مفيش حاجة بتستخبى. عشان كده شغالة لي مراسيل مع الواد الزفت اللي اسمه فلفل. كل يوم يجيني الورشة وهو معاك بيقلق. حقها. حقها ده إيه؟ ده بالغازة عشان انا اتجوزتك. بتبصلي كده ليه؟ ماني قايل لك قبل كده ان هي كانت عايزاني للجواز. هو ما صدقتكش. ما صدقتنيش؟ روحي اساليها. وعلى ايه نفتحوا كلام؟ الجدعان انت يا اخويا كده وهات لنا قرشين حلوين عشان نفتحوا المشغل اللي قلت لك عليه. قرشين؟ من ايه؟ ما انت عارفه الظروف. أني رحت بعت حتتين الصيغة اللي معايا وانت قلت لي هتتصرف. أنا ما عنديش حاجة نبيعها. لا، عندك نصيبك في بيت أبوك، ولا انت كنت بتضحك عليا؟ لا لا أضحك عليك ده إيه؟ أنا فعلا عندي ملك. ملك بالإنجليزي يعني حليب، وبالفرنساوي يعني ليه؟ وانت بتعرف اللغات؟ دول كلمتين كده من بتوع الزباين الحلوين. ها قلت إيه؟ قلت إيه في إيه يا بدار؟ في ظرف 24 ساعة نشوفوا لك بيعة لنصيبك في البيت، ونشتغلوا بقى يا اخويا على كبير. ايوه، ونسددوا ديون عزيزة عزو. على فاطر ابو سليم، انا مش فاهمة ليه، ايه هو السبب اللي خلاك تجيبني على المانيا فجأة وبسرعة كده؟ شغلنا عم بيخلينا نتحرك بأي وقت وبأي مكان. شو الغريب؟ الغريب ان اجي الاقيك هنا قبلي. في اشياء جديده صارت، حاجه بخصوص العمليه اللي انا بنفذها؟ لا، انت تلميذه شاطره وبتنفذي كل اللي مطلوب منك على اكمل وجه. ابو سليم، لو انا تلميذه شاطره
ده بالتأكيد عشان انت أستاذ أشطر. يولا أنا بريدك تقومي لي بمهمة صغيرة وهون في بيتك. تأمرني يا أبو سليم. أوليفر. أوليفر ده شاب مجنون وعصبي، أنا من أول ما شفته أنا مش مرتاحة له. مع الأسف يولا أوليفر فيني دوره معايا انتهى. إيه نوع المهمة المطلوبة مني؟ حفلة عشاء مع ليلى جميلة. مع أوليفر؟ أوليفر وصل ألمانيا، هيكلمك ويقولك إنه عايز يقابلك من شان يشتري أنتيك. هتقولي له تعالى وبنفس اليوم وتستقبليه هون ببيتك. بعدين أبو سليم؟ بتشربين بيت أحمر، تعشي، تقضي معاه ليلة جميلة. دي هتبقى أصعب ليلة في حياتي مع أوليفر. للضرورة أحكام فيولا، بس الليلة دي عم بتكون آخر ليلة بحياته. أنا أقتل؟ كل اللي هتعمليه إنك تحطي له 4 نقاط من هالقنينة بآخر كاس يشربه، وهيكون خلاص مات. طب والجثة؟ بعد ما تاخدي حمامك وتبدلي ثيابك هيكون خلاص كل شيء على ما يرام. تأمرني يا أبو سليم. طير يا حمام طير، بلغ سلام طير، طير يا حمام. ايه ده حمام حمام، فلفل جاي شايلهولك على دماغه، حمام قدامك متزغط جمبري كله، حمام بريشه صاحي. الله، وانت لازم يعني تخش بالزفه دي؟ الله، واحد جاي لك من عند عزيزه هيرزع يخش لك بيه بالمطافي، انت لازم اخش بزفه يا معلم. خلاص وضحتنا بقت بجلاجل في بحري كله. لا يا اسطى سيد، ما يصحش، انت عارف ان عزيزه هيرزع موصاني عليك وبتقول محدش يجيب سيره السيد في السوق باي طريقه. اشاقي هي الست عزيزه لما تيجي تعمل معانا واجب تبعت لنا الحمام صاحي ولا تجهزه لنا على الاكل؟ ما هي جهزته قبل كده وحشيته فريك وحمرته في السمن البلدي وقال اللي ما كلتوش. ما يمكن انت لو كنت كلته كان زمانك طيرت هناك ورفرفت وبقيت عايش بدل ما انت معاشش هنا. هنا العيش دافي وعلى قد ايدي، انما هناك بقى كله هزهزه دوامات تاخدك معاها لحد ما تغرق. يا عيني ست عزيزة دايما كده انت مظلومة. بطل بقى تدق سجات وتقعد تطبل لها. يلا حبيبي خد الحمام ولا خليهولنا وروح اشكر لنا عزيزة هزو على الحمام الصاحي. لو تحب اخده معايا تتباحولك وتحشيهولك انا ما عنديش مانع. امال انا هنا بنعمله ايه؟ على رأيك وماله. وعلى فكرة لو محتاجين حد ياكل معاكم انا موجود وجاهز، ممكن اكل بدل الجوز جوزين ثلاثة اربعة. امشي جرب من هنا وياك تعتب هنا مرة تانية على سهوة كده، فاهم؟ وماله يا معلم سيد، يا مكانيك البر كله، يا مكانيك الاستاندر والبواخر، وماله؟ حاضر. على فكرة الست عزيزة هزو قالت لي روح للست بدرية وبلغها الرسالة دي انها عايزاك ضروري قوي ولازم تعدي عليها، لازم ضروري. ها؟ والست عزيزة هزو برضه بتفكر سعادتك وبتقولك ان انت عليك كمبيالتين لسه ما دفعتهمش اللي فاتوا. فاكر يا سيدي، فاكر. يلا بقى من المطروح. يلا مع السلامة. كتير يا حمام. حمام ايه دلوقتي بقى عزيزة هزو؟ هتفضل تجري ورانا وتدوشنا على فلوسها؟ ما قدامكش سكة غير ان انت تبيع نصيبك في البيت وتسدد لها يا اخويا كل الكمبيالات وترتاح من شرها. فين اوليفر من اخر مره اشتريت اللوحه؟ مين دي؟ دي انا دايما كنت بحلم باللحظه دي من ساعه ما قررت اقعد في المانيا. مندهشه اني عرفت. انا غيرك اخدت بالي من كل شيء جميل فيك. كفاياكي تريقه، إدارة البعثات رشحتك تعملي الدكتوراه بتاعتك في باريس. مالا فين يا ولا؟ مصر دخل حرب مع إسرائيل تاني. المفاجأة أكبر. اتكلم على قدك يا سيد. دي حاجة أكيد عشان أوليفر. تقصدي إيه؟ حلت المشاكل. طب إيه بعدني عنك وإنتي ماشية في عروقي؟ أنا كل حاجة منك وفي قلبي ليكي
شايك اسكت تلاقيني قايلك واغني عشان Thank you.